طيب عشان نفهم شو يعني ريبريشنز، شو يعني انديوسابل، شو يعني اندكشن بناء على الجينات والدي ان اي سيكونسز للبكتيريا، بدي افهم انا كلمه ريبريشن شو مقصود فيها. لما احكي ريبريشن، ريبريشن تفضيل، تمام؟ بدي بين لهون ريبريشن معناها اني انا اعمل عمليه وقف لعمليه الجين اكسبريشن، انا بمنع بالضبط، ما بدي اياها تعطيني بروتين. وشو بنعمل احنا هون؟ بتوقع انه الجين اللي بيكون مثبط او بحاجه لتثبيط، يعني في عندنا ماده بسميها ريبريسور. شو يعني ريبريسور؟ هي عباره عن مثبط البروتين اللي بيعمل بلوك لعمليه الترانسكريبشن. يعني احنا ماشيين في شارع، تمام، السير فيه ماشي، هذا شارع حيوي دائما السيارات بتمرق منه. عشان نوقف هالسير والناس تمشي المشاة، شو بنعمل؟ بنحط اشارة مرور. شو بتضوي هاي الاشارة؟ احمر، بتوقف حركة السير. فإذا أنا عندي الإشارة الحمراء هون هو الريبريسور. فإذا المفروض هذا الشارع دائما الحالة الطبيعية تبعته مالها؟ اون ولا اوف؟ شايفون اون. دائما هذا الشارع حركة السير فيه شغالة، إذا دائما اون، بحاجة لإيش بنسميه؟ ريبريسور، مضبط للإشارة الحمراء عشان توقف حركة السيارات، تعطيهم مؤشر إنه وقف، تمام؟ أنا ما بدي هاي السيارات بهاي الحالة تمشي، واضح؟ شو يعني ريبريسبل جين؟ شو الديفولت بوزيشن تبعته؟ اون، يعني دائما شغال وأنا بحاجة عشان أوقفه لمين؟ لمضبط. واضح لهون؟ طيب الانديوسابل جين، انا رايح على شارع فرعي، شارع بين البيوت، هذا الشارع مغلق، تمام؟ شو يعني مغلق؟ اوف الشغال سكر. طب كيف بدي اسكر هذا الشارع؟ بحط حاجز نمنع مرور السيارات منه، يعني لازم كمان يكون في ريبريسر شغال. طب انا كيف بدي اشغله؟ بصير عندنا حركة السير، اجى عندنا الوزير او رئيس الوزراء، صارت عندنا حركة في الشوارع الرئيسية بشكل مضطر. فبضطروا شو يعملوا؟ يروحوا يفتحوا الشوارع الفرعية، صار في لها حاجة. فبنشيل هذا الحاجز، يعني أنا لما أحكي بدنا نشيل هذا الحاجز، شو يعني بدي؟ بدي اليوزر، يعني رئيس الوزراء هو الحافز اللي أجى على الشوارع عشان يحفز ان نشيل الحاجز تبع هذا الشارع ونخليه اكتف. اذا هذا الشارع دائما ماله كان انا شو احتجت عشان اشغله؟ هاي عمليه اندكشن، يعني انا بدي احفز عمليه الجين اكسبريشن. واضح لهون؟ تمام. طيب عشان نعمل عمليه الريجوليشن هاي وتعرف الخليه او يعرف هذا الناس اللي في هذا الشارع انه شغال ومش شغال، لازم يكون عندنا بعض الريجوليترز 100%. في عندنا منظمات. ايش هم هذول المنظمات؟ بروموتر والاوبريتر. شو يعني بروموتر يا روان؟ هي منطقه التنظيم، هي الدي ان اي سيكونس او سيكونس اللي راح يرتبط فيها الار ان اي بوليمريز ويبلش عمليه ترانسكريبشن. واضح لهون؟ طيب الاوبريتر هي زي ما حكيت اللي القطعه اللي راح تعمل عمليه التنظيم. رح نشوف كيف لو دام الاوبريتر يعتبر وكمان ممكن انه هي تشارك في عمليه النسخ مش الترجمه. مثلا الاوبريتر مكان رح يرتبط فيه الريبريسر يعمل عمليه تطبيق. اذا هو عباره عن مسؤول عن عمليه ريجوليشن. اذا اهم شغله في الاوبريتر هو يطلع كمان من الدي ان اي، اذا هو رح ينظم لي عمليه الترانسكريبشن ايش بنسميه ستراكشرال جين. طيب صار عندي بروموتر اوبريتر وعندي شيء بسميه ستراكشرال جين، مجموعهم مع بعض شو بسميه؟ البروان. تمام. شو الستراكشرال جين؟ طيب هذا هو الجين اللي بدي اعمل له ترانسكريبشن، تمام، لان الار ان اي بريمريز راح يبلش منه ويبلش يعطيني سلسله ام ار ان اي وبعديها بروتين، صح ولا لا؟ فإذا هدول هم عبارة عن المنظمات لهذا الجين اكسبريشن تبع هذا الستركتشرال جين. واضحة شو يعني بروموتر، شو يعني اوبريتر، شو يعني اوبيرون سيستم.
قلبي بتجعل الميوزك الاختبار. طلع كيف شكله؟ نفس الشيء بروموتر اوبريتر، في عندي ستراكشرال جيو. قبل هذا الاوبيرون في عندي شيء بسميه ريجوليتوري او ريجوليتوري جيو. شو بيعمل هذا ريجوليتوري جيو؟ مسؤول عن انتاج الريبريسر. هو الريبريسر برودكشن. حط تحته هو الريبريسر برودكشن. واضح؟ إذا الريجوليتوري جين اللي هو يسبق الأوبيرون مسؤول عن الريبريسر برودكشن. هسا رح نشوف إنه الريبريسر بيتم إنتاجه بأكثر من مرة على حسب شو نوع الأوبيرون هذا موجود. لهون تمام؟ طيب. إنديوسر الأوبيرون. شو حكينا قبل شوي الإنديوسر الأوبيرون؟ أي شارع الرئيسي ولا الفرعي؟ الانديوسر اللي حكينا الشارع الرئيسي والفرعي اللي هو شو دائما بيكون؟ اللي بيكون اذا الانديوسر بالاوبيرون الديفولت. حطوا لي هدول على السلايدز عندكم عشان لما تيجوا ترجعوا لهم هدول السلايدات بدل ما ترجعوا للشرح من اول وجديد طلعوا بس على هالكلمه. الديفولت بوزيشن تبعه بدنا نشوف اللي هو الستيت الثاني اللي هو بنعمل عمليه اندكشن. الديفولت بوزيشن شو حكينا دائما بيكون هذا الشارع الفرعي ماله مسكر الموتور اذا اوف. شو حكينا في عندنا شيء يسكره؟ في حاجز. مش حكينا في حاجز؟ ريبريسر شو حكينا سميناه؟ مثبط او اللي هو الحاجز. حطوا عنده الحاجز عشان يسهل عليكم فهمه عشان غلط بسيطه. طب هذا الحاجز عشان يسكر لي ويعمل لي هذا الانديوسبل اوبيرون يكون اكتف يكون عفوا اوف شو لازم يكون؟ لازم يرتبط. لازم الحاجز يكون فعال ولا مش فعال؟ اذا اكتف. صح ولا لا؟ طب انا عشان احول هذا الانديوسر بالاوبيرون هذا الشارع من اوف لاون شو لازم اعمل؟ لازم اشيل لازم احول هذا الحاجز يعني احول هذا من الحاجز لا ان اكتف من اكتف لان اكتف. كيف؟ مين اللي هون حكينا محفز؟ رئيس الوزراء اللي اجى شو سميناه؟ لازم يكون في عندنا وجود للانديوسر عشان يقدر يعمل عمليات واضحة؟ حطوا لي اياهم هذول موجودة عندكم على خاص. اندكشن ستيت تمام بالوضع التحفيز. واضح لهون نفهم على الصورة عشان تركزوا المعلومات أكثر. واضح لهون تمام؟ اتفقنا على المصطلحات هاي؟ كلنا متفقين عليها يا جماعة؟ طيب خلينا نترجم هذا الحكي على الصورة. نرجع مرة ثانية، عندنا أوبيرون اللي هو بروموتر أوبريتر ستراكشرال جين. شو في حكينا قبليهم؟ داون ستريمينغون. في عندنا ريجيولاتوري جين. طب إذا أنا بحكي على إنديوسبل أوبيرون، شو حكينا وضع الريبريسبل؟ ريبريسبل. شو حكيتي لنا؟ الحاجز ماله فعال ولا مش فعال؟ أكتف صح؟ فإذا هاي القطعة الريجولاتوري المفروض في الانديوسبل ركزه شو يتعمل على انتاج ريبريسر ماله؟ هي هي مكتوبه هناك احفظوا لي هذا الشكل انه دائما هو الاكتف فورم لمين؟ للريبريسر. ليش لازم يكون هيك عشان يكون نحكي عن الاكتف؟ يعني شو الخاصية اللي فيه بتخليه يعمل لنا بلوكينج بهاي الوضعية؟ لأنه هو اكتف. طلع هدول وايش بتذكركم؟ طلع عندي هون شايفين هدول على وين هدول موجودات؟ اوبريتر. طلع يا رواق شايف هدول النقطتين هدول السبيسين لمين؟ للاجرين تبعت مين؟ الاكتف ريبريسر. بروح وين يرتبط؟ هي طلع وين شبك؟ هي مكان
الارتباط تبعه على الاوبريتر، هون على الاوبريتر. طيب حطينا الحاجز، قدروا السيارات يمرقوا؟ فإذا أرني بوليماريز ضلوا على البروموتر ما قدرش يكمل طريقه يوصل لستركتشر الجين يعمل عملية اكسبريشن. هذا وين ده؟ حاطين مثال حكي لما يكون في عنا ما في عنا وجود لللاكتوز، فأنا بديش أنتج، ما بدي أنتج الإنزيمات اللي بتحط من اللاكتوز. فليش أروح أشغل هذا الجين وأنا ما في داعي اني استنفذ طاقة هاي الخلية وانتج انزيمات مش بحاجة لإلها. لما يكون في عندي لاكتوز او ميتابولايتس تبعت اللاكتوز اللي قالوا لاكتوز، هاي شو سميناها؟ هاي الاند يوزر. طلع شو عملت؟ مش حكينا احنا كان عندي الريبر صار اكتف شكله ميو ارتبط ببروتين اللي هو الاند يوزر قالوا لاكتوز، شو عمل فيه؟ غير من شكله. طبعا كيف شكله صار؟ من شكل ميو لشكل يو. في له جرين؟ لا. إذا هذا رح يقدر يرتبط على الأوبريتر؟ لا. إذا حول الريبرسر من الأكتف للإن أكتف ستيت ليله. إذا ما قدر يرتبط في الأوبريتر بالتالي بكل سهولة بيجي بيرتبط لحظة ونوصل، يعني عمل عملية اكسبريشن لهذا الستركتشرال جين. شو عمل؟ انتج لي وامرني بعدين عمل ترانزليشن وانتج لي الانزيمات اللازمة لعمليات الكتابوليزم لمين؟ لللاكتوز. عندي لاكتوز بدي استهلكه بدي انتج له الانزيمات اللازمة وضحت لها. إذا أنا شغلت الانديوسر بالبيرون بعد ما كان ماله اوف. واضحة لهون تمام؟ مفهومة؟ أكيد. طيب الريبريسبل أوبيرون، شو كان على الريبريسبل؟ الشارع إنزيم فرعي رئيسي ماله دائما يا محمد. إذن الديفولت بوزيشن للريبريسبل أوبيرون دائما أم، صح ولا لا؟ صح. نرجع نلخص الريبريسبل أوبيرون أو جين ديفولت بوزيشن تبعه وين؟ ريبريشن تبعه. دائما لاحظ هناك اندكشن هون ريبريشن، ريبريسبل جين هناك اندوسبل جين. شوف الفروقات؟ اذا دائما الديفولت بوزيشن للريبريسبل اوبيرون ماله؟ اون. دائما شغال مش دائما الشارع عندما اخذت منه السيارات؟ صح ولا لا؟ هنا عندنا اون شو بده؟ بده اشارة حمراء، شو سميناها الاشارة حمراء؟ ريبريسر. طيب بما انه هو دائما شغال شو بتكون الاشارة؟ ان اكتف. غير حمراء يعني بكون ان اكتف ريبريسر، صح ولا لا؟ يعني ريبريسر حكينا بيعمل بلوك لعمليه ترانسكريبشن، طب هو بما انه دائما بيعمل ترانسكريبشن شغال، يعني الريبريسر تبعه دائما بالستيت اللي ما إلوش جرين. تمام؟ بالضبط. طيب انا عشان اعمل عمليات احوله من الاون للاوف ضبطي شو بدي اعمل؟ بدي احول الريبريسر للاكتف اون، صح ولا لا؟ صح. بدي اخليه شكله ميو له جرين يروح يرتبط بالاوبريتر. كيف يصير له اكتيفيشن؟ من خلال شو نسميه؟ كو ريبريسر. في حالة مثال تريبتوفان، تريبتوفان نفسه ماله يعتبر اس كور ريبريسر لمين؟ الجين اللي بيعمل تريبتوفان. هذا الريبريسر هو اللي بيحول الاكتف فورم يوقف لي عملية مين؟ الاكسبريشن تبع هذا الجين، يعني احول هذا الشارع من انه شارع ماشي فيه السيارات لشارع ماله موقف للسيارات. طيب هاني فهمت. طلع عندي هون لاحظوا تركيبته نفس تركيبة مين؟ الانديوسر الاوبيرون بروموتر اوبريتر ستراكشرال جين، ولكن الجين تبعه ماله مختلف اكيد بده ينتج لي برودكت مختلفة. بما انه دائما اون، اذا لاحظوا الريبرسر شابك على الاوبريتر، يعني ولازم شو يكون هون باي طاولة؟ الاكتف فور. لاحظوا كيف شكله؟ في زي الميو عشان هون
هذا البرسل مختلف تمام؟ عمل اختلاف الشكل بس عشان نتميز أن هذا الشكل. بكينا هون الخلية بحاجة لحمض أمينية نسميناها نون إسنشال إسنشال نون إسنشال أمينو أسيد. بتنتج نسميها نون إسنشال أمينو أسيد. دائما بيكون عندها القدرة على عمليات السينثيسيس. فإذا الجين هذا ستراكشر الجين هو عبارة عن الجين اللي مخصص يعطيني الإنزيمات شو اللي بتعمل؟ إنتاج لحمض الأمين اللي هو الكريبتوفان. خلية بدها وفرة من الكريبتوفان. فإذا شو لازم يكون دائما هذا الجين؟ شغال اون. فإذا هاي الريجوليتوري ريجن أو الجين الموجودة عند الريبريسبل شو دائما بتعطيني؟ إنأكتف. مش حكينا هاي مخصصة لإنتاج الريبريسر؟ حكينا عنها بالإنديوسبل تعطيني أكتف ريبريسر مش دائما هو أوف؟ بدي أحط حاجز مش حكينا بدي حاجز؟ فدائما هذه الريجوليتوري جين هذول الناس المخصصين عن عملية التنظيم دائما بحطوا لي حواجز فالحاجز شغال. بينما في حالة الريبريسر الأوبيرون ما بدي حاجز. فإذا دائما بعطيني حاجز محطوط على جنب مفتوح لوقت الحاجة أو هاي الإشارة الحمراء مش ضاوية تمام؟ فإذا دائما لما يحكي لنا نوع الريبريسر اللي بيتم إنتاجه في الريبريسر بالأوبيران ماله؟ إنأكتف من قبل الريجيولاتوري جين. فإذا بما إنه إنأكتف شو مال الأرانيب والمريز؟ لاحظوا ما واصل. فإذا هو قدر يمشي فيش إعاقة فيش حاجز عمل لي عملية إكسبريشن لهذول الجينات. طيب صار عندي فائض من التريبتوفان، بتضل الخلية تنتج التريبتوفان على طول الخط؟ لا، بتروح تشتغل على شيء ثاني. إذا نفس التريبتوفان يوصل شو بيعمل؟ إذا بقوي الريبريسر مو حفز للريبريسر إنه يجي وهي البوابة بدل ما هي مسكرة شو نعمل فيها؟ نسكر هذا الطريق. فبنخلي هاي الإشارة تضيع. فبحول الريبريسر من الإن أكتف لا أكتف. طلع كيف شكله رجع للشكل اللي هو اللي الشكل الأمن. إذا راح ارتبط بمكان الأكتف سايت تبعت على مين؟ وبريتون صح ولا لا؟ إذا نبلش نوقف لي عملية الجين إكسبريشن. أنا ما بدي الريبريسر كمان وما بدي الإنزيمات اللي بتعمل على الريبريسر. مفهومة؟ جميع. مفهوم يا روان؟ كل مفهوم بالنسبة لكم؟ طب هذول الأشياء مخصومية كيف بتساعدكم بتضطر الإنزيمات الإنزيمات بس زي ايش مثلا؟ لا 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 طيب ضايل عندنا جين واحد شو سميناه؟ تقدر بلاي كبرشن صح ولا لا؟ شو بيعمل كتابولايت كبرشن؟ اسمه كتابولايت مسؤول عن عمليات كتابوليزم. شو يعني كتابوليزم؟ هذا مش حكينا الميتابوليزم في عندنا انابوليزم وكتابوليزم مش هيك حطوا بالبايوليزم انابوليزم بناء كتابوليزم هدم. طيب بحكي لنا انه الخلية اذا كان متوفر عندها جلوكوز تنعم على أمارها بتفضل تشوف شيء ثاني فبتستهلك بس الجلوكوز. روان خلصوا موسم الزيتون وعصروا الزيتونات وطلعوا منها زيت شو بتعمل والدتها؟ تخلي شوية أناني زيت لاستخدام اليومي في المطبخ والباقي شو بيعملوا؟ بحطوا في جلان بحطوا وين؟ عالسدة صح ولا لا؟ يخزنوا. عمركم شفتوا حدا راح طال الزيت من الجلان مباشرة وقشر الأناني الموجودة في المطبخ؟ لا. نفس الشيء الخلية البكتيرية شو بتعمل؟ بتستخدم اللي في الجلان في الأناني بتقشر اللي في الجلان لوقت الحاجة. نفس الشيء أنا عندي جلوكوز مجرد وجود الجلوكوز رح يخليني أستخدم بس الجلوكوز. خلص الجلوكوز بصير نبلش ننزل من السد ونحط في أناني جلان. نفس الفكرة بروح بحطه على راس الصفحة زيت بالزيتون تمام؟ طيب كتابولايت ريبريشن اذا بدايه الاستهلاك راح يكون لمين؟ الجلوكوز. بعديها اذا خلص الجلوكوز شو بتعمل؟ بتبلش تعمل كونسمشن ولا لا؟ طيب
خلية تفكيرية عندها لسان تقدر تحكي زي ما احنا نحكي مثلا تنصلي جلوكوز نادي الام عاي ابن اروح تنزل لي اقلام الزيت عشان انا اروح استخدم المخزن. اذا بتمر مرحلة هاي الاشي بخليها ما تنزل المرحلة تحضير شو بتعمل هاي التحضير؟ بتبلش تبعت مسجات في نفس هلا خدناها في الفيس بلاي والاوبن بلاي لكن يطور تحضير بالضبط عشان تقدر تنتج او تستخدم مواد تانية عشان تعمل عملية الريبليكيشن. بس هون بالنسبة ماخذينها من ناحية اللي استهلاك جلوكوز ولاكتوز يعني خصصين لنا عايش انا بشتغل. شو بتعمل في هاي الحالة يا روان؟ بلش تبعت مسجات. كيف بتعرف هاي الخلية انه تفصل الجلوكوز من عندها؟ بتبعت سيجنال اشاره بتحكي لهي الخليه لجين معين انه انا خلص الجلوكوز رح شغل لي الجين اللي بينتج لي انزيمات الحقن من اللاكتوز. طيب هاي الخليه طلع عندي بهاي الحاله لاكتوز ماله ريزن حال فيها صح؟ الجلوكوز موجود تمام؟ بتلزم تبعت مسجات؟ لا فإذا المسج بنسميه سايكليك اي ام بي ماله؟ مش موجود لو إذا في عندنا علاقة عكسية بين وجود الجلوكوز والمسج مسنجر اللي هو السايكليك اي ام بي علاقة عكسية كل ما زاد الجلوكوز رح تقل نسب المسجات اللي بتبعتها هاي الخلية السايكليك اي ام بي. عدم وجود السايكليك اي ام بي رح يخليه ما يرتبط مش بنسميه كاتابولايت اكتيفيتر بروتين. لاحظوا طلاب اللي الشعب اللي قبليكم بيحكوا لي في ريبريسر هون هذا ريبريسر ما له وجود ما له تاثير. لاحظوا دائما بنقول اكتيف فورم تبعه لانه لو انه العمده كانت على الريبريسر بصير زيها زي مين؟ زي الانديوسابل زي الريبريسابل. فإذا هون اللي دائما شغال وبيعمل لي تحفيز لعملية الإكسبريشن لهذا ستراكشرال جين اللي هو الكاتابولايت اكتيفيتر عشان نسمح فصول كامل. هذا عشان يصير له اكتيفيشن يعتمد على وجود مين؟ السيجنال اللي المسج اللي هو الكاب اللي هو عفوا السايكليك اي ام بي. طب هون السايكليك اي ام بي ما له نسبته؟ قليلة. إذا ما رح يرتبط بالكاب وبالتالي ما رح يكون في عنا هون اكتيفيتر للار ان اي بوليمريز اللي يجي يشتغل على هاي ستراكشر الجين ويعمل جين اكسبريشن. فإذا عملية الجين اكسبريشن للإنزيمات اللي بتعطيني تحطيم للاكتوز تعتمد بشكل أساسي على وجود السايكليك اي ام بي وارتباطه بمين؟ الكاتابولايت اكتيفيتر بروتين تعمل له اكتيفيشن. والار ان اي بوليمريز يعتمد على ارتباط الكاب الاكتف عشان يبلش عمليه جين اكسبريشن. طيب الحاله الثانيه بحكي لنا انه نفذ الجلوكوز. الجلوكوز ماله؟ خلص. شو في بنت عندنا بديل بداله؟ لاكتوز. شو راح يصير عندنا سايكليك اي ام بي المسجات شو مالها؟ راح يصير ارتفاع بنسب سايكليك اي ام بي. وين راح يروح يرتبط سايكليك اي ام بي؟ بالكاب. راح يرتبط بالكاب له اكتف سايت لهذا الكاب راح يرتبط بمين؟ بالكاب بروتين. راح يحوله للاكتف فورم. طلع كيف الشكل صار؟ ارتباطه عمل كونفورميشن تشينج بهذا البروتين فخلاه بهايه بهذا الشكل. ليش صار بهذا الشكل؟ عشان يرتبط بالار ان اي بوليمريز اللي راح يساعده انه يجي يرتبط ويعمل عمليه الجين اكسبريشن. فلاحظوا هون الجين اكسبريشن كانت تعتمد على وجود كاتابولايت اكتيفيتر بروتين ماله اكتف وشابك لسايكليك اي ام بي عشان يعملوا اكتيفيشن بالتالي يساعد الار ان اي بوليمريز انه يجي ويعمل عمليه الجين اكسبريشن. واضحه لهون؟ مفهومه؟ هون ما في وجود لا ريبريسر ولا اند يوزر. هذا نصف البروتين مع وجود المسج سايكليك اي ام بي ساعده في انه يحددوا انه وين ده انه تستهلك لاكتوز وين ده ما بصير استهلك لانه في عندي وفره من الجلوكوز. يعني هاي المرحله قبل هذيك المرحله؟ لا عندنا هون ايش بصير في عندنا
حسب الخلية زي مرت في هاي المرحلة من البداية كان عندها جلوكوز بلشت تستهلكها. إذا من البداية ما في عندها جلوكوز شو بتعمل؟ بتحول بتروح على اللاكتوز. تمام؟ بس اللي فيه كرامي هو سايكليك يا عمي، مرتفع ولا منخفض. الاكتيفيشن للكاب وبعدين عمليات جين ريستركشن. واضح لهون؟ تمام؟ مفهوم هذا الحكي؟ في حد عنده أي سؤال عليه؟ متذكرين الميثيليشن؟ حكينا كمان من طول الكنترول هذول كلهم شو سميناهم؟ بري شو يعني بري؟ قبل بري ترانسكريبشن ريجوليشن. طيب في بعض الحالات انا ممكن اعمل شيء نسميه اي بي جينيتيك كنترول. دائما بنسمعكم اي بي شيء خارجي اضافي. طلع عندي هون انا عندي هاي النيوكليوتيدز مش عندنا احنا البروموتر حكينا هي عباره عن جزء من ال خلصتوا من هذول جزء من الدي ان اي صح ولا لا؟ مش هي جزء من الدي ان اي سيجمنت مش هيك حكيتوا لي؟ اذا انا عملت عمليه اضافه لمثل جروب عليهم شيء مكون من نيوكليوتيدز حطينا عليها مثل جروب عملنا عمليه ميثيليشن خليه لما تيجي نعمل عمليه الاكسبريشن للار ان اي بوليمريز ولقى انه البروموتر ميثيليتد فبيعرف انه هذا الجين لازم يكون اوف مش شغال. إذا الميثيليتد نيوكليوتايد سي انديكيشن دليل للار ان اي بوليمريز انه هذا الجين شو هذا لازم يكون اوف. طيب مذكرين رح اقول لكم في حالات ناتشرال سيلكشن مين مذكر يعني ناتشرال سيلكشن؟ طبيعي. اه لحالة معي كان انه في عندنا بعض الخلايا بس بدها تتغير ما بتاثر على ال ما بتتاثرش في الكونديشنز اللي موجوده فيها. بصير عليها بعض التغيرات. ممكن يكون بعض الجينات عندها ميثيليتد يعني تيرند اوف ونتيجة للكونديشنز اللي تعرضت لها شو صار؟ الميثيليشن شالت هاي الميثيليشن شو صار لهذا الجين؟ اكتيفيشن صار اون. اذا هاي الميثيليشن شو مالها اخر عباره شو حاكي لنا؟ يعني ممكن نلاحظ من لحظات ان هذا تحول من الاكتيف ستيت للاكتيف ستيت. ممكن يا روان انه هذا البيرنتس عندهم هاي الميثيليتد جين لما تصير ترانسفير للاولاد لبابي سبرينج تنتقلهم هاي الميثيليتد جين فإذا هي كان ترانسفير لبابي سبرينج سيلز. مفهوم الميثيليشن؟ طيب شو في عندنا كمان طرق كنترول؟ بس احنا بنقتصر عملية الميثيليشن على قبل الترانسكريبشن كمان في عندنا بوصي ترانسكريبشن وفي عندنا ترانسكريبشن بعد عملية الترانسكريبشن. ايش الريجوليشن هاي اللي بعد الترانسكريبشن؟ حكينا شغلتين اما رايبو سويتش او مايكرو ار ان اي. اسمها رايبو سويتش يعني انا بدي اعمل سويتشنج بهاي الار ان اي تبعتي شو احولها؟ شيء اسمها الارادين والبوز نيوكليك اسيدز صح ولا لا؟ رايبو سويتش يعني نحول في الستركتشر تبع هذا الار ان اي. اذا لانه ما يقدر يعطيني 100% اذا انا مشيت في عمليه الترانسكريبشن صار في عندي اخطاء. طيب انا ليش اروح اكمل في عمليه الترانزليشن واجيب امين اسيد استهلك امين اسيد وهذا الار ان اي اساسا فيه خلل يعطيني بروتين فيه مشكله ومن الاساس ليش ما اوقف عمليه الترانزليشن؟ شو بصير عندنا؟ بيكون في عندنا رايبو سويتش في حال كان في مشكله هاي الخليه بتنتج شو بنسميه ليجاند او سبستريت. شو بيعمل هذا الليجاند او سبستريت؟ ارتبط بمنطقه في الرايبو سويتش مجرد ما ارتبطت فيها شو بصير؟ بصير في عندنا تغيير في شكل هذا الرايبو سويتش فبطلع لي ممكن هذا شيء نسميه تيرمينيتر. شو يعني تيرمينيتر؟ تيرمينيشن يعني بينهي لي. اذا مجرد ما عمل لي هذا الستركتشر غير لي بتركيبه الار ان اي شو بصير؟ وقفت عمليه الترانزليشن فعرفت انه هذا السيكونس من الار ان اي فيه مشكله مش لازم اكمل عمليه الترانزليشن. تمام؟ اذا في الرايبو سويتش هو قطعه من نفس الار ان اي نتيجه لارتباطه بالليجند او سبستريت شو صار عندنا؟ تغيير في شكله لحدا حال دون ما يصير عمليه الترانزليشن. في بعض الحالات بتصير العمليه عكسيه بدل ما هو موقف ما
ممكن يبلش لي عملية ترانسليشن، يصير في عندنا تغيير بشكل عكسي معاكس، بالتالي يعمل عملية انيشيشن عملية ترانسليشن. هذا بالنسبة للرايبوسوم. طب المايكرو ار ان اي شو يعني مايكرو ار ان اي؟ إذا هو عبارة عن قطعة صغيرة من الـ RNA. عندكم ليش بيحكوا معنا يا صغيرة؟ لا أنا ليش مش فاهمة؟ ليجن ما أنا ليجن كيف تنكرها؟ ليجن لا أي خلص لا أي كان بفكر كثير إذا أنتم لا عليكم صلي عشان ما ضلش الشيء كذا تمام؟ طيب مايكرو RNA يعني هو عبارة عن RNA ماله؟ قطعة صغيرة من الـ RNA. ما عمرنا شفنا هنا mRNA دبل ستراند. هون رح نشوف تيجي عنا هاي المايكرو ار ان اي هاي الشقفة من الار ان اي قطعة صغيرة في لها كومبلمنتري على الار ان اي فبتعمل بيس بيرينج معها. مجرد ما الخلية شافت في عنا ار ان اي ودبل ستراند شو بتعمل؟ ما بتقدر الرايبوسوم تيجي تعملها ترانزليشن. شو بيعمل معها؟ بتعمل ديسترويد او بريفنتنج 100% بتعمل عملية ديستركشن من خلال انزيمات موقف عملية الترانزليشن. هيك مش رح يتم انتاج البروتين. شو صار بالضبط هلا؟ لانه في عندنا هاي الامر ان سيكونس فيها مشكله فيها خلل تمام؟ فالخليه نفسها انتجت عند المقدره عند الجينات اللي بتنتج المايكرو ار ان اي. لقدام لما تروح على مجال الابحاث رح تشوف انه المايكرو ار ان اي حاليا بيستخدموه كثير انتي كانسر. ممكن انا اشتغل عليه عشان اوقف بعض البروتينات اللي بتنتجهم الكانسر سيلز تمام؟ يعني ممكن استهدف بعض الخلايا اللي عندها مقدرة على إنتاج المايكرو ار ان اي من ناحية علاجية تمام؟ في كثير دراسات عليها. فإذا أنا بخلي الخلية تصنع لي مايكرو ار ان اي يروح يرتبط لي هاي السيكونس، فبالتالي يكون هذا زي كأنه ماركر أعرف إنه هاي الار ان اي فيها مشكلة بتعمل عملية ديستركشن. ممكن اساسا الخلل ما يكون بهذا السيكونس تمام؟ بس انا بصنع شيء يكون كومبلمنتري لي. طيب شفنا كيف بيكون في عندنا بعض الخلل كيف الخليه بتحاول انها تسيطر. طيب هل ممكن يكون التفراط او هاي التغيرات تصير بنفس السيكونس تبعت الدي ان اي من الاساس مش بس عملية ترانسكريبشن ترانسليشن؟ شو بنسمي هاي التغيرات الـ changes في الدي ان اي سيكونس؟ ميوتيشن طفرة 100% change في الدي ان اي سيكونس بيكون بيرمننت بشكل دائم. يعني تغير بالضبط في القواعد النيتروجينية المكونة هاي الدي ان اي 100% في البيسس تبعته. طيب هاي الميوتيشنز دائما على طول الخط بتكون تعمل مشاكل للخلية؟ احيانا احيانا ما بتأثر 100% في الوضع الطبيعي. هسا واحنا قاعدين نحكي في كثير شغلات خلال عمليات الريبليكيشن للخلايا ممكن يصير فيها ميوتيشنز سبونتانيوسلي. ممكن تكون نيوترال ما تعمل اي تغيير. ممكن تكون ديفيشل يعني نتيجة لهي الميوتيشن تكتسب الخلية صفات جديدة. في بعض الحالات شو تكون؟ هارمفول يعني تعطيني بروتين في مشكلة نون فانكشنال. طيب هذا من حيث الإفكت. فمن حيث أنواعها كيف بتصير هاي الميوتيشن؟ إذا كان في عندنا محفز لحدوث الميوتيشن شو بسمي هاي الميوتيشن؟ إنديوز يعني هي نتيجة لوجود شو بنسميه؟ ميوتيشن محفز agents that cause mutations يعني بفعل فاعل. طيب اللي بتحدث بشكل تلقائي شو بسميها؟ spontaneous without or in the absence of a mutagen. زي ايش؟ تذكروا لي اياها عشان لما تشوفوهم تعرفوا انه هذول عندي راس مدفوس. errors في الـ DNA replication خلال عملية الـ DNA replication تضاعف اخذ من التمبلت اصنع كمان سلسلة من الـ DNA بصير عندنا بعض المشاكل بدل ما يروح يحط مثلا مقابل هاي الزبطية نحط تمام؟ فإذا في مشكلة في الريبليكيشن أجيب بيسز. في الداتومرايزيشن اللي هي كيف نعمل بيس بيرنج ما بين بدل ما هو بيعمل تو هيدروجين بوند بعمل ثري هيدروجين بوند. فإذا في عندنا مشكلة في البيس بيرنج ما بين هاي النيوكليوتايدز بين هذول السيكونسز. في بعض الحالات بصير في عندنا عملية انسيرشن ديليشن لبعض الجينز بنسميها جامبينج جينز. رح نحكي عنها لقدام في شيء بنسميه ترانسكريبسوم.
تمام؟ اللي هي قطعة من الجين تيجي من مكان تيجي بتحط حالها في مكان ثاني مش مخصص لها. البروف ريدنج. البروف ريدنج شو هي؟ انه مثلا الروابط انه مثلا تكون يعني المشكله كامله خل كامل في الروابط كامله مش مثلا في سلسله معينه بالضبط الروابط النيرونيه كامله يكون فيها خلل في مشكله في عمليه اللي تشبيك او تربط ما بين هذا البيس وهذا البيس يعني نربط سي مع ايه تمام ليه بيس بيرنج بصراحه تمام في مشكله عندنا في البيس بيرنج او ارتباط هاي البيس مع بعضها البعض يعني هاي الروابط الهيدروجينيه فيها مشكله او صار في عندنا خلل واستخدام في هذول القواعد صار في عندنا روابط بطريقة مش معتادة مش زي ما احنا متعودين. طيب أمثلة على الميوتيشنز بناء على اللي بيصير إما بسميها بيس سبستيتيوشن أو فريم شيفت. شو يعني بيس سبستيتيوشن؟ شو يعني بيس؟ قواعد الهيدروجين سبستيتيوشن استبدال وتغيير يعني رح يكون في عندنا شيء نسميه بوينت ميوتيشن طفرة في قاعدة نيتروجين لواحد الأكسجين. طيب شو تأثيرات هذه الدورة الميوتيشن؟ إما بتعمل لي شو نسميه سايلنت ميوتيشن، شو يعني سايلنت؟ إنه صار تغيير في قاعدة نيتروجين واحدة بس ما أثر على الأمينو أكسيد ظلت ثابتة. متذكرين؟ كان دائما يحكوا لنا الكودون اللي بيكون ثلاثة أمينو أكسيد ممكن الـ 1 أمينو أكسيد يتم الإكسبريشن منه من قبل أكثر من كودون صح ولا لا؟ كنا نحكي إنه الكودون الواحد مخصص من داش حمض أميني واحد ولكن الحمض الأميني يمكن يصير له إكسبريشن من قبل أكثر من كودون فممكن يصير في عنا هاي البي بوينت ميوتيشن غيرت لي من كودون لكودون ثاني شو مالهم؟ معطوني نفس الحمض الأميني شو بسميها هاي؟ سايلنت إذا ما صار في تغيير في الحمض الأميني طيب الميسنس أعطاني كودون يختلف عن هذا الكودون الثاني، هذا أعطاني حمض أميني إكس، هذا أعطاني حمض أميني واي، إذا صار في عندنا تغيير في الحمض الأميني الناتج. تتذكر كان حكينا لما نغير ثاني نيوكليوتايد أو ثالث النيوكليوتايد ممكن يصير في عندنا تغيير كلي في الكودون. غالباً إذا كان في تغيير في أول النيوكليوتايد بعطيني نفس الكودون اللي بعطيني او عفوا الكودون بعطيني نفس الاماينس. ايش يعني بترجع كودون؟ بنعمل تغيير على حسب اذا شو بحكي على هاي خلينا نحكي الكودونات اللي بتعطيني اماينس ايش يعني بترجعوا للحمض الاميني ونشوف شو الكودون اللي بتعطيهم بس بدي اياكم تفهموا انه ممكن يصير تغيير على مستوى انه الكودون يعطينا نفس حكينا كودون ثاني يعطينا نفس الحمض الاميني هذا يعطينا كودون مختلف يعطينا حمض أميني ثاني. طب إذا الكودون اللي نتج بعطينا ستوب كودون شو رح يصير؟ نسميها هون سنس ميوتيشن يعني توقف عملية ترانسليشن. إذا ما رح يعطيني بروتين أساسا أنا رح توقف عملية ترانسليشن. شوفوا لي بس هدول المثالين عشان تفهم بس فكرة اللي هي السنس والنونسنس. نورمالي هاي السيكونس بصير لها ترانسكريبشن تعطيني بعدين ترانسليشن امينو اسيد سيكونس اذا صار في عليها ميوتيشن طلع عندي هون كان عندي اي 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 سي غيرت لتي التي مقابل راح يكون اي تمام لما نعمل عمليه ترانسليشن هون كان في عندي زدتهم جي جي سي هاي اعطتني جلايسين بس هون الاي جي سي شو اعطتنا؟ سيرين تلاحظوا التغيير صار هنا في اول حمض اميني فاعطتني عفوا في اول النيوكليوتايد فاعطتني حمض اميني ثاني طيب اذا صار في عندنا التغيير في هذا السيكونس كان عندي هنا سي سي جي صارت عندي عفوا بالاول اللي هي تي اي سي بعدين عندي مفروض تي تي سي صار عندي اي تي سي تغيرت من تي ليش لاي اذا رح يعطيني مقابلها على ضررين يو اي جي شو هي اليو اي جي؟ ستوب كودون اذا رح يوقف لي عملية ترانزليشن شو سميناها هاي؟ نونسنس ميوتيشن
تمام؟ إذا ممكن silent نصير عنده تغيير غالباً حكينا في ثالث النيوكليوتايد يعطينا كودون نفسه أو خلينا نحكي واحد من كودونات بعطونا نفس الأمينو أسيد سميناها silent أو يصير عنا في تغيير غالباً في أول كود أول نيوكليوتايد يعطيني كودون لحمض أمين مختلف أو يصير عنا إعطاء ستوب كودون فشو عملنا؟ وقف عملية ترانزليشن سميناها ترانزليشن. طيب الفريم شيفت هذا إذا حكينا على بين سبستيتيوشن. طيب إذا صار في عنا تغيير في السيكونس كلها صار في إضافة لها سيكونس جديدة أو فريم جديدة أو إضافة أو إزالة هذا شو بسميه؟ فريم شيفت. شو يعني؟ عملت شيفتنج في ترانزليشنال ريدنج فريم. طلع كيف شايفين الـ AAA شال A منهم بدل ما هو كان يعطيني لايسين ميثيونين لايسين فينيلالانين لايسين صار يعطيني ميثيونين لايسين طلع كيف؟ AAC بدل AAA يو 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 شو تعطينا فينيلالانين بس هنا يو يو جي شو عادتنا؟ ليسين فصار في عنا تغيير في أول حمض أمينو. طيب البعدين طيب صار في عنا بدل اليو يو جي شو صار عنا؟ هون عنا يو 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 هون جي جي سي هون صار عنا جي سي يو هاي شو عطتنا؟ ألانين. إذا هون صار في تغيير في حمضين أمينيين مش حمض أميني واحد نتيجة لأنه صار في عنا إزالة لواحدة من القواعد النيتروجينية أو لهاي النيوكليوتايد. إذا زي كأنه إحنا عملنا شفتين غيرنا من البروتين الناتج من حيث تغيير حموض أمينيكي اللي بتركب هذا البروتين تمام؟ شو سميناها هاي فريم شيفت؟ بعض الحالات بيكون نتيجة لأكثر من يعني هون لاحظوا عندنا insertion or deletion of one or more nucleotide pairs ممكن مرات يجي عندنا جين بسميه جومبين جين أو ترانسبوزون بيغرزوا حالهم بهاي السيكونس بالتالي بغير لي بكل السيكونس من هاي الأوراق تمام؟ هذا ممكن يصير حكينا سبونتاني وصلي ممكن يكون as induced شو يسمينا induced يعني محمد under the effect of mean mutagen الميوتاجين هذا ممكن يكون as a chemical مثلا في عندنا مادة نسميها nitrous acid شو بتعمل nitrous acid هاي؟ هاي غالبا تكون في بعض الكيميكال خلينا نحكي بعض المركبات الدهانات هل الادينين تلتقط مع السايتوسين بدل ما بالضبط بيعمل تغيير في تركيبة هاي النيوكليوتايدز بدل ما هي قادرة تطلب عند الأدينين ب ايش ترتبط عادة؟ بتلاينين بتصير مرتبط بسايتوسين إذا زي كأنه غير لنا بارتباط أو بقواعد النيتروجينية ما بين هاي النيوكليوتايدز أو هاي البيزز. طيب في بعض المواد نسميها نيوكليوسايد أنالوج شو يعني أنالوج؟ شبيه مغير يعني هي نفس النيوكليوتايد ولكن في عنا فانكشنال جروب فيها مختلفة صار في تغيير بتركيبة هاي الستركشر في موديفيكيشن فاجت حلت محل نيوكليوتايد طبيعي نورمال فشو عملت هنا في هاي السلسلة؟ غيرت في البيس بيرنج تبعتها بدل ما هي هاي صارت أدونية أدينين طبيعية صارت عنا أدونيسين أنالوج بدل ما هو يرتبط بشكل طبيعي بالثايمين صار يرتبط بالسايتوسين لأنه صار في عنا روابط له مع مواد تانية هيئته عطته اورينتيشن إنه يرتبط بالسايتوسين صار أسهل له إنه يرتبط بالسايتوسين نتيجة هذا الستركشر تمام؟ ما بدي إياكم في عنا هون صور بحكي لنا كيف اختلافات بتصير طلع كيف مثلا أنا عندي هون الأدينين بترتبط بشكل أساسي مع ثايمين صار في عنا تغيير بدل ما هي الرابطة بـ NH3 NH2 طب الضغط مع مين؟ أكسجين غير من تركيبتها وبالتالي هذا أعطاها المقدرة أنها ترتبط بمين؟ السايتوسين بدل ما ترتبط بثايمين نفس الشيء الأنالوج طلع كيف؟ نورمال بتكون زي ما شفناها قبل شوي الأنالوج تبعها شابكة بهيدروجين أو إذا بدي أحكي هون بالثايمين بالبروم إذا نغير بشكله فبالتالي الروابط اللي رح يعملها مختلفة، إذا كل هذا رح يأثر على البيس بيرنج تبعت هاي النيوكليوتايدز.
الاشياء بتدخل تفاصيل الصور والتركيب النهائي. وهي بايش بنكون نتذكره وبايش بنقصه اللي بنضيفه بشكل اساسي اللي هو الاندكشن كيف بيصير وهرجع عليه. لا مش بس اللي بنضيفه انا في عندي اما كيميكال زي نايتروس اسيد او زي الانالوج تبعيات النيوكليوتايد. ايش الفكره الموجوده بغيروه لي في البيس بيرنج تبعتها هي الدي ان اي سينثيسيس. طيب الراديشن اذا في عندنا كيميكال غير الكيميكال في اندكشن ممكن يصير نتيجة تأثير الراديشن. شو حكينا انواع الراديشن؟ ايونايزنج ونون ايونايزنج. حكينا الايونايزنج شو بتعمل؟ بتدمر الراديشن. شو بتأثيرها؟ بتدمر الراديشن. بتدمر الراديشن. هي دي اكتف سبيشيز او ايونز. شو بيعملوا هدول؟ بيعملوا ديجراديشن. اذا ممكن ياثروا لي على الباك بون هي تاعت دي ان اي الروابط اللي بتعملها بالتالي يخسر هاي السيكونس من الدي ان اي. طيب حكينا نون ايونايزنج زي مين؟ الترافايلت. شو بيعملوا الترافايلت حكينا؟ شو الثايمين دايما حكينا؟ يعني بربط مثلا التي ما بكون قادر يربط ال اي. طبعا شايفين هون الصوره؟ تي السيكونس بتكون جنب تي ثانيه. تعرض هاي الخليه وهذا السيكونس للراديشن زي الالترا فايولت بخلي التي اللي جنب التي لاحظوا مش بيس بيرنج تي جنب التي ترتبط تعمل دايمرايزيشن. هذا سميه ثايمين دايمر. مين بيعملها؟ نون ايونايزنج راديشن هو الالترا فايولت. هي الخليه بتسكت لما تشوف انه في عندنا تي شابه كثير. في بأي وقت ممكن نعمل عمليات ريبليكيشن وصراحة يصير في خلل في عمليات ريبليكيشن بالتالي راح تعمل عمليات ريبير تصليح راح تتدارك الخطأ اللي صار عندها قبل فوات الأوان. شو بتعمل يا محمد؟ بتعمل عمليتين إما بنسميه إيش بنسميه فوتولايزيسس يعني بيكون من خلال الفوتونات اللايت بعمل عملية سيبريشن بين هدول التو تايمين. طيب هذا يعتمد على شو؟ يعتمد على قديش نسبة هاي الدوز تبعت الراديشن اللي تعرضت له او الخلل الاكسبوجر قديش عملت ثايمين دايمر كم فريكوانسي هاي الثايمين دايمر جواتها قديش هاي الفوتونات قادر تعمل سيبريشن لهدول الثايمين دايمر تمام؟ وكله هذا بناء على عدة عوامل بس احنا بناخذها بالشكل البسيط تبعها. اذا كان في عندنا وحدة ثايمين دايمر كان عندها المقدر تعمل عليه فوتولايسيسس او سيبريشن بالتالي بتخلص من هاي الحاله. طيب في بعض الحالات بعض الخلايا البكتيريه ممكن تعمل شيء نسميه نيوكليوتايد اكستشن ريبير يعني بدل ما تعتمد على الفوتونات اللايت ممكن تعتمد على ايش؟ انزيمات. طلع كيف تشتغل مش حكينا الالترا فايولت عندنا ثايمين دايمر هذا بصلح الخلل اللي صار. كيف؟ إنه لما أنا أجي على مكان بيت في منطقة خربانة شو بنعمل فيه؟ من شيء بنهده برجع ببنيه من أول وجديد بس بستخدم انزيمات 100%. شو الانزيمات بستخدمها؟ أول واحد إندونيوكلياز. شو بيعمل إندونيوكلياز؟ بيجي على هاي السلسلة من جوا بيعمل بكسر لي إياها بكسر لي هون بيعمل لي بقص لي هون بقص لي حوالين المنطقة اللي صار فيها طايمين ده. بعديها بدها تخلص من هاي السيكونس شو بنعمل؟ بنعمل ريموفل من شروشها فبدي اجي على الاكزونيوكليس بطلعها خارج اسمه اكزو يعني رح يعمل عمليات ريموفل لهي السيكونس خارج الخلية. خلصنا منها شالها رح اخليها هيك ناقصة بجيب بالضبط انا عندي دي ان اي بدي اجيب الدي ان اي بوليمراز يبني فاذا الدي ان اي بوليمراز رح يجي يبني لي السيكونس جديد دي ان اي بخليها ثالثة هاي السيكونس الجديدة بجيب على بجيب انزيم ثالث بسميه لايجيز. لايجيز يعني بربط. شو بيعمل؟ بربط لي السيكونس القديمة بالسيكونس الجديدة فصار عندنا سيكونس مستمرة لثلاث أيام. السيكونس الجديدة بتكون نفس الـ قبل ما يصير فيها تايمين دايما. تمام؟ قبل ما يصير فيها مشكلة. ايش في لون؟ من هي اللي جابتك؟ ايش اسمك انت؟ انا اسمي طيب فهمنا كيف تعمل اللي هو الاكسجين ريبير تمام؟ مفهوم؟
حكينا هذا على حسب هل هي عندها القدره على انتاج هاي المنظمات، قديش نسبه الضرر اللي صارت، قديش الدوزس من الراديشن، وين عملت كمان مكان، يمكن اذا صار في عندها اكثر من مكان في خلل ما تقدر تلحق الانزيمات على كل هاي المناطق، قديش الفريكونسي، قديش التاثير. هاي لاحظوا هي اللي بحكي انا فيه اللي بدور الفريكونسي. طب انا بدي احكي قديش في عندنا احتمالية وفريكونسي تكرار هاي الميوتيشنز. بحكي لها اذا بحكي على سبونتانيوس هاي اللي هي الميوتيشنز اللي بتصير بدون تحفيز بتصير بنسبة كثير قليلة. تخيلوا من كل 10 قوة 9 ريبليكيتد بيس او ريبليكيتد جين 10 قوة 6 بصير عندنا واحد. طيب اذا كان في عندنا ميوتاجين شو راح يصير الفريكونسي؟ بتصير بدل ما هي 10 قوة 9 ريبليكيتد بيس قديش راح تصير؟ 10 قوة 5. تخيل قديش لكل 100,000 خلية راح يصير في عندنا ميوتيشن وحدة. طيب لكل ريبليكيتد جين كل جين قاعد بصير له ريبليكيشن بشكل عام كل 10 قوة 3 راح يصير في عندنا ميوتيشن اللي هي أندر ذا إيفكت أوف ميوتاجين. إذا كل ما زاد الميوتاجين كل ما كانت الفريكونسي مالها أعلى. طيب كيف تعرف إنه صار في ميوتيشن؟ عبركم رحتوا على محل اشتريتوا بلوزة ولا بنطلون اشتريتوا وروحتوا فيه على الدار، أول ما يومين ثلاثة لبسنا لقينا إنه هذا البنطلون بلش يتمزع ولطب تبعياد وتفلت. شو بنحكي إحنا؟ الكواليتي تبعته بالضبط سيئة. كانت طريقة دائما نحكي إنه أكيد طريقة تصنيعه أو شغله جوات المصنع فيها مشكلة، آلات اللي اشتغلت على تصنيعه فيها خلل أو القماشة تبعته فيها مشكلة. فإذا دائما إحنا بنحكم على التصنيع من وين؟ من الأوتكم من النتيجة، صح؟ دائما نحكي مثلا هذا الشخص تصنع من هذا الأكل، إذا في عندنا مشكلة في تحضير هذا الأكل. دائما بنحكم على الخطوات أو على الشغل من مين؟ من النتيجة من الرزق. طيب كيف انا بدي اشتغل على اني احدد شو الميوتيشن اللي صار هنا؟ كيف بدي اشتغل على هذا الشيء؟ نتيجة عمل نتيجة الايفكت اللي صار على الخلايا. فما احكي عن الضرر انه تختلف عن الميوتيشن سيل هذا بتكون بس يعني بالضبط لما اجي احكي انا عندي اليوم مين نحكي على المثال؟ نحكي عن مسك. دائما في المحاضرة تيجي لابسة عباية والستايل تبعها مختلف. اجت اليوم عندنا لابسة بنطلون وجاكيت ومطقمشة ولابسة حلو الوان. نحكي انه تختلف مسك في المحاضرات الماضية عن محاضرة اليوم. اذا صار فينا اختلاف في السلوك في طريقة التعامل في الشكل الخارجي لإلها مش بحكي عن الاسم شو معناها. تمام؟ فإذا لما أجي أحكي بوزيتيف أو دايركت سيلكشن يعني أنا بحكي هاي الخلايا النورمال تختلف عن الخلايا الميوتيتد في كثير من العوامل. إذا بدي أحكي عن الجروث، على الأبيرنس، على طريقة حملات الكونسمشن لبعض المينرالز، كله هذا مع بعضه أعطاني خلايا مختلفة قدرت أعمل كومباريزون بيناتهم. شو سميناها ديرون؟ بوزيتيف أو دايركت سيلكشن يعني أنا مباشرة لما شفت هاي الخلية كان شكلها مختلف. أنا كنت أقارن شو إذا أنا بحكي على كوب سايز صارت روت فهي اختلفت كليا. شو بدك تقولي لك اليوم؟ لا لا نفسي كثير بالضبط ما أنا بحكي أكدت على كلامك. تمام ما بحكي شيء جديد. إذا صارت عندي خلية جديدة بصفات جديدة مختلفة كليا عن مين؟ على الخلية الأصلية. طيب لما أحكي نيجاتيف أو إندايركت سيلكشن احنا متعودين على مسك دائما تيجي على المحاضره جايبه معها شوكولاته واكل. اليوم شفناها جايبه معها الشوكولاته. فاذا احنا اعتمدنا واخذنا فاكتور واحد اللي هو جلب مسك لاكل معها على المحاضره. اذا احنا اعتمدنا في عمليه الكومباريزون ما بين هاي الخليه وهاي الخلايا اللي من قبل كانت موجوده على certain function على عامل محدد. فحكينا انه هاي الخلية الميوتيتد ما نمت تمام او ما صار فيها
كانت grow or therefore the certain function. إذا هي تعتمد على مثلاً وجود مادة غذائية معينة صارت deficient في هاي الميديا لكن هي ما قدرت تنمو، حكينا عنها mutated. إذا ما توفر يجينا طالب يحكي إذا هاي القاعة ما فيها مكيف أنا متجاي. لما أجي أخذ حضور وغياب بحكي لكم أحمد وينه؟ بقولي مش هون، بطلع في المكيف إذا ما أجي. إذا اعتمدت على عامل معين بناء عليه حددت وجود هذا الشخص من عدم وجوده. فحكيت بناء على عدم وجود هذا العامل هو ما كان موجود. طيب كيف بقيس هاي الحالة أو هاي هذا الفاكتور؟ من خلال شو بنسميها ريبليكابيلتي، هسه رح نقيسها. في عنا بعض الخلايا بنسميها اوبزوتروف، شو الاوبزوتروف؟ يعني هي عبارة عن بعض الخلايا اللي حاجة للنيوتريشنال ريكويرمنت، في حال ما كانت موجودة بصير عليها ميوتيشن. فبعرف أنا من خلال هاي المواد الغذائية إذا ما كانت موجودة يا أخويا شو بصير؟ ما رح تنمو. هي نفس تطبيع على النيجاتيف سيلكشن بس انا حكيت عن نوع الخلايا هاي شو بسوي. طب عشان تفهموا هذا الحكي كله تطبيع عملي راجع على شيء بنسميه ريبليكا بليتنج. شو يعني ريبليكا بليتنج؟ يعني انا بدي اعتمد على اني انمي هاي الخلايا بحيث اني افهم شو يعني النيجاتيف سيلكشن. بحكي لنا هون انه في عندي بعض الخلايا البكتيريه اللي بتعتمد تذكرين لما كنا نحكي على الفاستيديس لما حكينا عن الاورجانيك جروث فاكتور حكينا بعض الخلايا البكتيريه تنتج بعض الحمض اللبنيه والجروث فاكتور وبعضها شو ماله لازم انا احط لها مواد غذائيه عشان انها تنمو. فعلا عندنا بعض الخلايا البكتيريه لازم عشان تنمو شو احط لها؟ هيستيدين من الاسنشال امينو اسيدز. تمام؟ في حال ما كان موجود رح يصير عليها ميوتيشن مش رح تقدر تنمو. لاحظوا عندي هون شيء جابوا هذا البلبت قطعه قماش ستيرل كانوا محضرين بكتيريا زارعينها على طبق فيه هيستيدين. تمام؟ اخذنا هذه البكتيريا من خلال بنعمل بريسلينج من هاي قطعه القماش على سطح مين؟ الكولونس اللي نمت على سطح هاي البليت. اخذناها صار كل موقع على سطح هاي القماش شو عليه؟ البكتيريا الحمض اللي هي عامله هذا الجراف. رحنا جبنا طبقين، واحد فيه هيستيدين، واحد بدون هيستيدين، واحد ماله؟ نو هيستيدين. لا. زرعنا جبنا هاي البرس من هاي القماش، عملنا لها بريسنج على هذا، عملنا لها بريسنج على هذا. يعني نقلنا البكتيريا على هذول الكوبيز. واضح لهون؟ تمام؟ طيب، بس بدنا نتبع هل هاي الكولونس اللي اخذناها على قطعه القماش نمت على النوعين؟ لا بالضبط. شو عملنا هون؟ بلشنا نقارن كولوني كولوني، هاي طلعت وهاي طلعت، اذا هذول ممكن يعيشوا بوجود بعدم وجود الهيستيدين او ممكن ينتجوا هم. لا لقينا في عندنا هون خليه، هون عندنا كولوني وجدت على الطبق اللي فيه هيستيدين بس ما لها على الطبق مش موجود. اذا هاي الخلايا طبقنا اللي هي النيجاتيف سيلكشن مالها ديتكتس ميوتانت سيلز ذات كانت جرو ان ذا ابسنس اوف مين؟ هيستيدين اللي هي سميناها اوزوتروف. شو الاوزوتروف؟ هي عباره عن ميوتانت ذات هاز ا نيوتريشنال ريكويرمنت. شو كانت عندنا ريكويرمنت هون؟ هيستيدين. فاذا كان ابسنت في البيرنت سيلز فاذا هاي الخلايا في حال ما كان في عندها هيستيدين مالها ما نمت. تمام؟ بس شو سميناها؟ اوبسوتروف يوتنسلز. عملنا لها ديتكشن من خلال انه جبت طبق ما حطيت فيه هيستيدين فبالتالي ما نمت. دليل انه هي بحاجه لريكويرمنت بدونه بصير في عندنا ديفيشنت لها وميوتيشن ما بيخليها تعمل النمو تبعها معتاد. فهمنا؟ يعني اذا بناء على عامل حددت هاي الخلايا صار عليها ميوتيشن او لا. بحط كل العوامل عشان ادرس هذا العامل. مش رح امشي كثير، ضايل بس هاي السلايد. عوامل هذا السلايد. لا ما يصير.
طيب اخر ايش بدي احكي لكم اياه، سامعين ايش بنسميه كارسينوجين؟ شو يعني كارسينوجين؟ كانسر انهانسمنت ايجنت. رح نستخدم ايش بنسميه كارسينوجين او الميوتاجين اللي ممكن نستخدموه في حاله الكانسر، كيف الشغلات المحفزه اللي من الكانسر. هنا نعمل ريفيرجن لبعض البكتيريا اللي صار عليها ميوتيشن. شو يعني هذا الحكي؟ في عنا فحص نسميه ايمز تيست. شو بيعمل هذا الايمز تيست؟ بيعمل اكسبوز للميوتن بكتيريا، بعرضها لايش؟ لميوتاجينيك سبستانس. شو هذا السبستانس رح يعمل فيها؟ او ليش احنا بنعرضه للميوتاجين؟ عشان نعمل ميجرمنت للريت اوف ريفيرسال اوف ميوتيشن. يعني نشوف قديش قدرتها، مش احنا قبل شوي حكينا هاي الخلايا نتيجة لعدم وجود الهستيدين ما نمت، إذا أعطيتها مادة تخليها تعمل ريفيرجن لهي الميوتيشن، بدل ما هي مش قادرة تعيش بوجود الهستيدين تصير تنتج الهستيدين، تعتمد على ذاتها، بالتالي ألاحظ إنها نمت. شو عملوا هون؟ على السريع، مش مطلوبين هذا الرد دائماً، بس بدي إياكم تكونوا فاهمين عشان تفهموا شو الفكرة من الهيلز تيست. عندي اكسبيرمنتال سامبل وعندي كنترول، مش بدنا نستثير الميوتاجين؟ خلايا بنضيف عليها ميوتاجين، خلايا ما بدي اضيف عليها ميوتاجين، عشان اقدر استثيرها. مالها الخلايا اللي زرعتها؟ شو مكتوب عليها؟ كالتشرز اوف هيستيدين ديبندنت سالمونيلا، اذا الخلايا البكتيريه ما بتنمو الا بوجود هيستيدين. واحدة عليها ضفنا ميوتاجين، واحدة ما ضفنا. واحنا زرعناها، وين زرعناها يا ماسك؟ شو ماله هذا البلاد؟ شو حاكي لنا عنه؟ ميديا لكن هيستيدين، لانه لو نحط لها هيستيدين بتنمو على الجهتين. اذا ما حطينا الجهتين خلينا نشوف، اذا ما في هيستيدين المفروض الاكسوتروف ما ينمو. طب اذا اعطيناها ميوتاجين ماده تضرب هاي الميوتيشن وتعمل ريفيرجن لها. اذا لاحظوا بحكي لنا انه اختلاف في النتائج، الاكسبيرمنتال بديت ماله صار في عندنا نمو لعدد كبير من البكتيريا، بينما في الكنترول اللي ما تعرض للميوتاجين ما في عندي هيستيدين، فاذا الخلايا قليله ما بتنمو بدون وجود الهيستيدين. هذا بيعطي لنا دليل انه وجود الميوتاجين عمل ريفيرجن لعمليه الميوتيشن. فهي الخلايا وجود الميوتاجين خلاها تنتج هيستيدين. فاذا وجود الهيستيدين وغيابه بطل ياثر عليها. فكل ما زاد تاثير الميوتاجين او تركيزه راح يكون في عندنا زياده في عدد الخلايا اللي بتعمل. تمام، فهمنا شو يعني ميوتاجين، شو يعني ريفيرجن، شو يعني ايمز تيست. طيب وقفنا هون، ان شاء الله بنكمل شو الجين ترانسفير بكومبينيشن، على اساس انكم تفهم بشكل كامل شو يعني جينيتك اوبريت.